باب التحدي. بسم الله. انت تاخذنيش على اكل. اخوي زلمه عرف منصب منصب مش يحيى. هو شايفك منصب. تحدي بين يحيى وعيسى اللي بيقلب قنينة المي بتيجي بالضبط ياكل حمودي كف. حمودي مش عارف شو دخل. ايه اللي جابك هنا؟ واحد اثنين ثلاث يلا. اوكي. فنحن ممكن نقص من الفيديو كثير يا جماعة تمام؟ لأنه شكله من اثنين راح يغلبونا اليوم. اي. بدها شوي يا زلمة. لا منيحة. على الطاولة بس على الطاولة بلكي أحسن. أنا سويتها. يلا هذا على اليوتيوب باللغة. أعطوني كذا. لا أعطوني يلا حبه شوف حصل. اجت لا تكتب ما تكتب ما تكتب ما اجت لا يا حمود راح يكلها شكله اليوم. اجت واقف يلا يلا واحد اثنين لا يحيى يحيى لا من عندك عشان تبين على الكاميرا. زلية اروح هناك يعني ممكن قوي انت تؤمر جميل. هيك ايوه واحد اثنين ثلاث خلاص هذا اللي اجاك حبيبي. يا وي يلا يا عيسى. اوه عيسى دوره. شو عيسى يلا اسمع معاك ثلاث ضربات يلا عيد عيد اللي بزبطش بثلاث ضربات حمودي بيسلخ وكاف يلا كيف كل مرة ثلاثة يلا عيسى ثلاث مرات واحد سوي اجت عم بغش معه يا جماعة بغش معه يلا مشيها اجت يلا اجت احنا بنغش مع عيسى. طب ايش بدوش يضربه؟ اجت هيك. يلا واحد وين رايح؟ مش عارف شكله كف خطير هذا. ترى كف خطير ها؟ نفس الحد حبيبي. لسه دورك انت اضربها اذا جبتها بتضرب من اثنين كل واحد كاف. يلا انا مش اضرب اثنين طبعا انا عارف كفه قوي. لا خف لا يلا طيب لا ما مش ضرب. طيب ساوي ثلاث مرات ساوي ثلاث مرات اذا ما زبطتش بضرب بفكع على الكف. اما اذا زبطت لا ابراهيم هاي صارت تلعب صعبه. ايش قال اذا وصلت الثلاث مرات خلاص اللي لا بدون الكوب حمودي حمودي سويها ثلاث مرات سويها ثلاث مرات وانت بتختار مين تسويها بتختار مين تضربه يلا بيختار هو مين يضربه يلا طبعا راح يختار انا بختار مين اضرب يلا يلا يحيى يعني اذا بتفوزوش انا بختار مين يلا اضرب انت اضرب انت اضرب انت ثلاث مرات حمودي اذا جبتها بتختار واحد منهم تضربه كاف يلا اثنين عيسى ما ساوي ولا مرة اضرب عنك عيسى انا يلا عنك اجرب يلا كف يلا
شكله كف خطير، يعمل زوم عليه يا جماعة. بس هيك يلا خلاص تحدي والله. شو رايك انا وياك نتفق على ابوك؟ انا ادير على الارجيله وانت تدير على ابوك، شو رايك؟ طيب يلا واحد رجع. يا بابا طلع من هنا، طلع هو ضيف عنك يعني. يا صح انت ضيف عنك، طعمك كثير طيب. عيسى خلص يا عيسى بدي العب. طيب خذ خذ. نعم كيف حالك؟ كيف حالك؟ بابا من الحمام. كيف خذ بابا دقيقة. أعطينا أعطينا. ألو أعطيني يا يحيى. لا وخ عيب عيب. أعطينا أعطينا بس ده أحكي لهم ده أحكي لهم. هات هات شوي ولا هات. مرحبا يعطيك العافية حبيب القلب. يحيى بتحداك تتصل على الربي على الريسبشن او تحكي لهم بده بطيب تتنمرد عليه. بس تين عاديات اللي ممنوعات مش بس المسبوقات. بس لو ايش شبكه فيها بعرف شيء زلمه عمو. يلا طب لو ايش لو ايش طيب ماشي ماشي. شو بتساوي انت بتساوي لو بدك ترمي لهم بدك تخبص تين عشان مش بطلب حمومي. يلا احكيك طيب شوف. انا ما حسيت زي الاسحاف صح صوته. خلص خلص شو لو سمحت بس خلي اختي تحكي معك. لو سمحت هذا اطول مجنون كثير فبده بسني فهو عنده مرض فبده بسني عشان يشمطن على حموته. لو سمحت عطينا بسني. عطينا عطينا يلا حبيبي يلا هاي سالس رقم ودون عليه. طب افتح السبيكر افتح. يلا يا اخوان. الا ما في كل شيء بالضاره. طيب اوكي بنحاسبك ما عليك. لا بتني لا مو مسبوق وصلنا يا الغرفه. هاي حتين حتين حبيبي. يلا عمو يحيى شوف بدنا إلك بيضة وإلي بيضة نروح نفكسها بحموتي بده ينام. بده ينام ترى والله ربي. أنا وياك أنا وياك بيضة بيضة نفكسها. خليني أمسك إيدينا لما هو يشوف تعال تعال خليني أمسك. خلاص 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 حمو عيسى عليك بالحمام عيسى عليك بالحمام. طيب خلاص.
خلاص طيب خلاص خلاص فوت فوت على الحمام خلاص فوت غسل فوت فوت غسل وين وينه فوت غسل خلاص فوت غسل خلاص فوت غسل خلاص خلاص خلص يحيى وينه روح فوت غسل يحيى وينه يحيى ديكو يحيى انا كثير حشتك لك شرفتنا الله يسعدك يا عمري واحنا كمان شرفنا احلى سهره كانت احلى سهره مغامرات حمودي حمودي زعلان عشان كانت بيضاء بتحبه ليحيى يلا تصبح على خير ابو اليح حبيب قلبي